أيضا مشاهدينا الكرام، معنا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري إلى مدينة كازان الروسية. أهلا بك علاء، وضعنا في أجواء وتفاصيل القمة التي بدأت بالفعل منذ قليل، وتابعنا افتتاح هذه القمة بكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إليك الكلمة علاء. تحياتي إليك. هذا هو اليوم الأول من أيام فعاليات تجمع دول البريكس في قمتهم 16. اليوم كان هو اليوم الرسمي بجلسة افتتاحية ألقى خلالها الرئيس الروسي كلمة بلادي بوصفه رئيس الدورة الحالية لهذه الاجتماعات. تحدث خلالها عن ما تم إحرازه خلال الرئاسة الروسية طوال العام الجاري من تفعيل آليات التعاون بين أعضاء هذا التجمع، مرحبا بانضمام عدد جديد من الأعضاء في مقدمتهم مصر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، إيران، وأيضا إثيوبيا. في هذا اليوم من المنتظر أن يلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر الهامة أمام فعاليات هذه الدورة، تحديدا خلال الجلسة الافتتاحية الممتدة إلى الساعة 1 من ظهر اليوم. كلمة هامة سوف يستعرض خلالها السيد الرئيس عدة محاور من محاور عمل السياسة الخارجية المصرية أو فيما يتعلق بالمشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي المصري. في هذه الكلمة أيضا السيد الرئيس يستعرض رؤية مصر حيال عدد كبير من التطورات الإقليمية السياسية والجيوسياسية والعسكرية التي باتت تضفي بظلالها السلبية على حالة الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد على مواقف مصر الثابتة حيال هذه القضايا وهذه التوترات. في مقدمة هذه القضايا قضية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا ما يحملهم هذا العدوان من يعني تهديد لحالة السلم والأمن في المنطقة. السيد الرئيس أيضا من بين محاور كلمته التعرض والتعرج على خطوات الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري، واستعراض عدد من الفرص الوعيدة أمام المستثمرين من دول التجمع، خاصة في عدد من القطاعات الواعدة. نتحدث هنا عن استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، صناعة الهيدروجين الأخضر، توطين التكنولوجيا، تسريع عمليات التنمية المستدامة في عدد من القطاعات، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الإسكان وغيرها، بالإضافة أيضا إلى استعراض مجمل الخطوات الإجرائية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لتهيئة مناخ جاذب أمام المستثمرين. على هامش هذه الفعاليات الرسمية السيد الرئيس يواصل نشاطات سيادته بعقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تجمعه بعدد من الرؤساء والقادة المشاركين في هذه الاجتماعات. ليلة أمس استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق لسيادته في جلسة مباحثات موسعة امتدت لنحو الساعة ونصف، استعرض خلالها الجانبان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بالتنسيق والتشاور بين القيادتين السياسيتين لتوحيد الرؤى حيال عدد من هذه القضايا، انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي تجمع كل من القاهرة وموسكو. كما هو معروف البلدان وقع في عام 2018 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهناك عدد من المشروعات الهامة والبارزة الروسية تجري على أراضي الدولة المصرية. نتحدث عن مشروع الضبع لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية. إذن موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك كلما جد جديد في فعاليات القمة.